أسوأ 3 حاجات أنا استخدمتهم من فرتاري. شايفين اللي حصل؟ إنه عفن، أنا لقيت نفسي بحط سمنة. أقل كارثة فيهم. تاني أفضل حاجة أنا استخدمتها من فرتاري، وهي أنا بحس إن إحنا بندفع فلوس على الفاضي في الأرض. المنتجات الأحسن للأوحش. بالنسبة للبشرة الدهنية، ما برشحش إن أي حد يجيب. إيه بقى اللي حصل؟ حتى الناس اللي بشرتها مش دهنية أكيد مش هترضى برضو إن تحط سمنة على وشها. خلصوا منها حبة محترمين. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. دي اول حلقة تقريبا اعملها ريفيو، وقررت ان اول ريفيو اعمله عندي على القناة يكون عن منتجات نفرتاري، علشان انا بقالي كتير جدا بستخدم منتجات نفرتاري، يعني بقالي اكتر من سنة، فاقدر اقول الفير ريفيو بتاعي بجد عن المنتجات دي، وايه اللي نفع معايا وايه اللي ما نفعش معايا. وزي ما قلت لكم قبل كده ان انا بشرتي دهنيه، فمن غير رأي كتير، انا بس انت عاطف ده مش ترند. ويلا بينا نبتدي الحلقه. الريفيو بتاعي من المنتجات الاحسن للاوحش، علشان ابقى فير. اكتر حاجة انا كنت حباها وهي صابونة الكركم من نفرتاري اهي، وقعدت اكتر من سنة يعتبر بستخدمها. تاريخ الانتاج بتاعها 11/2019 ل10/2020، ودي كانت تاني صابونة استخدمها من نفرتاري اللي هي صابونة الكركم. الكركم من الحاجات الحلوة جدا جدا للبشرة الدهنية، وحتى ماسكات الكركم مشهورة جدا للبشرة الدهنية علشان تضيع اثار الحبوب وتهدي الحبوب وتهدي الدنيا كده. الكركم زي ما قلت قبل كده في الفيديوز بتاعتي اللي فاتت، ان الكركم بيصفر الوش، فلما بتيجي تعملي ماسك كركم بتقعدي يومين او ثلاثة بتنزليش من البيت، لان وشك بيبقى مصفر بسبب ان الكركم بيطلع لون. ايه الحل البديل؟ جبت بقى صابونة الكركم دي من نفرتاري، جابت معايا نتيجة كويسة جدا، بس عشان زي ما قلتلكو ان انا قعدت اكتر من سنة، يعني انا جبت واحدة وخلصتها طبعا وشي اخد عليها، فما عادتش بتديني النتيجة المرضية اللي كانت بتديهالي، وان هي بتقللي الحبوب وبتهديلي وشي وبتخلي وشي ما يطلعش حبوب كتير وما بيبقاش اويلي. طيب لو جينا قرينا الحاجة مكتوبة على صابونة الكركم، بتحمي البشرة المعرضة لحب الشباب، مضاد طبيعي للبكتيريا، تعيد حيوية ونضارة البشرة، فضل فيتامين هي الذي يرطب ويجدد الخلايا البشرة. ده زي ما قلتلكو ان صابونة الكركم مناسبة للبشرة الدهنية. كان سعرها 35 جنيه او 40 جنيه تقريبا في الرينج ده، سعرها كويس معقول. فأي حد بشرته دهنية يجيب صابونة الكركم هيرتاح عليها جدا، وزي ما احنا متفقين يعني ممكن نمشي عليها مثلا شهرين ثلاثة ونغير لحاجة تانية ونرجع لها تانية، هتجيب نتيجة كويسة جدا. لان انا فعلا من اول استخدام، او يعني انا غسلت بيها وشي حرفيا، هو قبل ما اكمل اسبوع هي جابت نتيجة، ولاحظت نتيجة فعلا على وشي، ان وشي هدي والحبوب طفت وفتحت الى حد ما، وما كانش بيطلع لي حبوب كتير. فده الريفيو بتاعي عن اول منتج من منتجات نفرتاري. تاني افضل حاجة انا استخدمتها من نفرتاري، وهي زيت بذور العنب اللي هو جراب سيد اويل. زيت بذور العنب ده بتقدري تستخدميه على وشك وعلى شعرك. في ناس بتستخدمه على شعرها لو شعرها فيه فريز، زي ما انا شعري دلوقتي كده هايش الى حد ما، وينفع تحطيه على الاطراف، يعني بيدي لمعة كده للشعر وبيقلل الهيشان. بالنسبة للوش فهو برضو هديلي الحبوب، وبرضو ساعدني في حتة اثار الحبوب، ان هو فتح لي وشي الى حد ما بشكل كبير وملحوظ. فاحنا مثلا لو هنقرأ الحاجات اللي موجودة على الجراب سيد اويل اللي هو زيت بذور العنب، هنلاقي ان هو يحتوي زيت بذور العنب على حامض الليلري، على كمية هائلة من مضادات الأكسدة التي تمنع ظهور الحبوب والبذور، له خاصية في انقباض المسام، وهو زيت سريع الامتصاص ممتاز للبشرة الدهنية والحساسة، وبيحفظ في مكان جاف وبارد بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة ومصادر الحرارة. فزي ما قلتلكو ان هو مناسب جدا فعلا للبشرة الدهنية. هو مش سريع الامتصاص، يعني دي حاجة انا ما حصلتش معايا، هو مش سريع الامتصاص، لا هو بيفضل مخلي البشرة مدهننة،
بس فعلا هو بيقلل ظهور الحبوب، وكمان عشان هو فيه مضادات اكسده فهو بيساعد ان هو يخف اثار الحبوب مع الاستخدام. فانا حبيته صراحه، ما استخدمتوش على شعري كتير علشان ما فتيش، بس في المرات اللي انا استخدمت فيها على شعري لما مثلا باجي افك الخصل من بعض فبيبقى ايدي دايما فيها زيت فكنت بحط منه، لما الاقي مثلا الاطراف عندي هايشه فبقوم حاطه منه. فهي دي كانت استخداماته. بالنسبه لسعر انا مش فاكره، بس تقريبا بالتقريب يعني ان هو كان سعره في حدود 60-70 جنيه، ممكن اقل ممكن اكتر، انا فعلا مش فاكره. بس تقدروا تروحوا اي فرع لنفرتاري وتجيبوه منها، ونفرتاري موجود في بورسعيد في الممر بتاع هنن، مش الممر اللي جنب هنن على طول، الممر التاني اللي هو من ناحية ستيل وقدام بي اس ستوديو وجنب الفلاح. فانا تقريبا مفيش شرح اعظم من كده عشان اقول لكم مكان نفرتاري في بورسعيد. فزي ما قلت لكم ان زيت بذور العنب برضو مناسب جدا للبشرة الدهنية. انا بعتذر طبعا للناس اللي بشرتها مش دهنية، بس انا عشان بشرتي دهنية فبنقل لكم الحاجات اللي انا جربتها وجابت معايا نتيجة سواء بالايجابي او بالسلبي. ندخل على المنتج اللي بعديه، هو من مفضلاتي وما بستغناش عنه حرفيا، وهو جل الصبار من نفرتاري. اهو عليه صبارة عظيمة اهي، واتمنى ان هو يبين في الكاميرا. ده جل الصبار من نفرتاري، برضو انا مش فاكر سعره لان انا حرفيا لما كنت بروح كنت باخد اكتر من حاجة وجايبهم من زمان من قبل الحظر والحاجات دي، فحرفيا انا مش فاكرة ليه. ده انا ما بستغناش عنه مبدئيا لما بكون عاملة وشي بيهدي لي الوش، يعني انا بخلص بعمل بالايس رول وبقوم حاطة على وشي على طول جل صبار بيهدي الدنيا. دي اول حاجة. تاني حاجة طبعا بنستخدمه في ماسكات الشعر. تالت حاجة ان هو بستخدمه as a primer قبل الميك اب، يعني انا دلوقتي عشان اعمل ميك اب اللي انتوا شايفينه دلوقتي ده حطيت كريم مرطب، بعد كده حطيت البرايمر بتاعي واللي هو جل الصبار، بعد كده بقى بدأت احط الفاونديشن، بدأت احط البلاشر، بدأت احط الحاجات بتاعتي. فانا بستخدمه في التلات حاجات دي. رابع استخدام انا بستخدمه فيه اللي هو ممكن تحطيه على فرشة الحواكب وتسرحي بيه حواكبك، لان هو يعني في نسبة كده اللي هو بيثبت، فهو بيثبت برضو الحواجب على الشكل اللي انت عايزاه. فده برضو من اعظم المنتجات اللي انا استخدمتها في نفرتاري. سعره ما كانش غالي، تقريبا في حدود 40-50 جنيه على ما افتكر. يعني نيجي على المنتج اللي بعديه وهو التي تري اويل. اهو زيت الشاي الاخضر من نفرتاري. سعره غالي، انا فاكرة ان انا ساعتها كنت مستغلية ب140-130 حاجة اللي هو معدي 100. تمام، هو مش كبير زي ما انتم شايفين، هو مش كبير. بستخدمه في ايه؟ بستخدمه في حاجتين. اول حاجة بستخدمه لما باجي اعمل حمام زيت لشعري لان هو قاتل للبكتيريا. وتاني استخدام انا بستخدمه بالليل قبل ما انام لما بلاقي وشي في حبوب، يعني بيطلع في حبوب بغباء اللي هو بيجي عليها فترة كده تحس ان وشي فيه بكتيريا نشطة، في حاجة غلط. فممكن اقوم الاقي مثلا يوميا الاقي حبيتين ثلاثة طالعين لي جداد، فبيخليني اللي هو خلاص بقى هبقى هتجن وهيجرى لي حاجة. فبلجأ للحل السحري بتاعي اللي انا قلت لكم عليه قبل كده، هو ان انا برجع اخد خميرة على الريق، بشرب كوباية خميرة فورية وبحط بالليل قبل ما انام التي تري اويل. الحاجات اللي المفروض ناخد بالنا منها واحنا بنستخدم التي تري اويل، اولا هو ريحته بشعة. تمام، ريحته نفاذة جدا، يعني ممكن انا اول ما افتح دي دلوقتي الريحة توصل برا الاوضة التانية. ريحته فعلا بشعة جدا ونفاذة جدا، دي اول حاجة. تاني حاجة هو حامي شوية على البشرة، بستحمل ان البشرة عندي بتحرقني شوية او بتاكلني شوية وبكمل بيه وبنام بيه، بس بحاول بقى لان انا اول مرة استخدمت فيها حطيته طبعا على الحتة الحساسة دي ودي فبهدلي الدنيا، فتجنبوا عينيكوا. اصلا انا عينيا بتدمع اول ما بحطه لان هو فعلا نفاذ جدا وفعلا هو قوي جدا جدا، فبنتجنب العينين بنتجنب
الحتة دي، بنتجنب الحتة الحساسة دي، بنتجنب أي حتة حوالين البق ممكن تحطي بسيط قوي هنا. إن أنا الحتة دي برضو بتعمل فيها حبوب، الحبوب اللي هي البيضة اللي هي بتاعت البكتيريا، مش الحبوب الحمراء الملتهبة، لا الحبوب البيضة اللي بتبقى ليها راس دي. وممكن تحطيها على قرطك، لكن تجنبي 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 تجنبي، الحتة دي حساسة، الحتة دي حساسة، والحتة دي حساسة، فتجنبي ان انت تحطيه في اي حتة من الحتت دي، لانه فعلا لهبلي وشي اول مرة استخدمته فيها. فلما بحطه في الحتت دي بيحرق سنة، بس مش بيعمل التهابات. لكن لما بحطه على الحتت دي وبره حطيته فوق عينيا، يعني اول مره انا جبته استغبيت حطيت على وشي كله، فحرفيا انا عينيا دمعت، عينيا طبعا اتحرقت بهدلت احمرت. فضلت بقى استخدم قطره شويه، الحته دي عندي باظت، فانا قلت بقى ايه اتخضيت، فانا اصلا رحت يعني كلمتهم كده في الفرع، قلت لهم في ايه، في ايه اللي حصل لي. فنبقى تيك كير قوي 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 واحنا بنستخدم المنتج ده، بس هو حلو جدا، بستخدمه بس زي ما قلتلكوا لما بيطلع لي حبوب نشطة بغباء، لان هو انتي بكتيريا، هو لو انت وشك فيه بكتيريا نشطة، فعشان هو تقضي على البكتيريا دي وما تلاقيش حبوب، فهو بيقضي لك على البكتيريا دي فعلا. ومش بستمر على استخدامه كتير، يعني لو انا مثلا هاخد الخميرة 3 ايام، فبقوم استخدمها معاها التي تري اويل بالليل وانا نايمة 3 ايام، بيجيب معايا نتيجة ممتازة. نيجي على المنتج اللي بعد ده، زيت النعناع برضو من فرتاري. انا بقرا لكم ليه الصلاحية، عشان انا هجيلكوا على كارثة كده كمان شوية حصلت معايا، فما تقعوش فيها. تاريخه انا جايباه شهر 1/2020، يخلص شهر 12/2020. مش مكتوب عليه اي انستراكشنز، بس زيت النعناع من الزيوت اللي هي منعشه كده، اللي هو وانس ان انت شمتيها، وانس ان انت استخدمتيها بتحسي بانتعاش. جايباها ليه؟ جايباها علشان انا عندي قشره، فلما بحط التي تري اويل مع النعناع بحس ان فروه راسي كده يعني بتنبض بتتنفس، ف بتبقى هايله جدا معايا. ما استخدمش على وشي بصراحه، ما اعرفش استخدامه للوش ايه، بس انا بستخدمه في حمام الزيت، وكان سعره غالي، هو الزيوت بتاعتهم سعرها غالي، وانا بارجح يعني الحاجه الوحيده اللي تجيبوها منهم في الزيوت زيت الشاي الاخضر. غير كده اي زيت تاني هتيجي من عطار او من امتنان بتبقى العبوه اكبر. نكمل من الحاجات برضو الحلوة اللي انا استخدمتها من نفرتيري، هو تونر ده بمية البرتقال. انا استخدمت مية النعناع واستخدمت مية البرتقال ومخلصة منها حبة محترمين، ومخلصة قبليها النعناع. مبدئيا هو كان سعره 25، دلوقتي بقى 35، ومش عارفة هو غالي اكتر من كده ولا لأ. تاني حاجة، حبيت مية النعناع اكتر من مية البرتقال بكتير جدا. مية النعناع بتحسسني كده شي فريش في وشي لما بحطها، انما مية البرتقال ما بحسش باي حاجة. فاللي عايز يجيب مية النعناع احسن كتير من مية البرتقال وبس. طيب المنتج اللي جاي برضو من الحاجات الكويسة اللي انا استخدمتها من نفرتيري، وهو خل التفاح الخام. اهو خل التفاح الخام، انا مخلصة منها حبة محترمين، زي ما انتم شايفين هي لونها اسود. ليه جبت خل التفاح من فرتاري ومروحتش استخدمت خل التفاح العادي اللي بنستخدمه في المطبخ؟ علشان ده خام، مش بتاع طبيخ، مش مزيت قوي زي بتاع الطبيخ، لكن خل التفاح بتاع الطبيخ بتاع طبيخ. تمام، خلينا متفقين. ما كانتش غالية، كانت تقريبا في حدود 30-40 جنيه، فمش غالية، فقلت قشطه مش مهم. بستخدمها في ايه؟ باخد الغطا ده، بملى غطا وبحطه على ازازه ميه، يعني بجيب ازازه ميه وبقوم ماليه غطا بتاع دي وبحطه في الميه دي، وبرج الازازه وبحط بيها شعري. فايدة خل التفاح ان هو من اكتر الحاجات الفعالة في علاج القشرة، فعلشان زي ما قلت لكم ان انا عندي قشرة
فانا لازم كل فتره استخدم خل التفاح، ولازم كل فتره استخدم زيت النعناع وزيت الشاي الاخضر على فروه شعري علشان امنع القشره، وفي نفس الوقت ما ينفعش استخدم حاجه فيها سيليكون او سلفيت، فبضطر ان انا استخدم الحاجات دي لان مش بينفع اروح استخدم اي حاجه تانية فيها سيليكون او سلفيت غير مره واحده في الشهر عشان انضف بس شعري. والشامبوهات والحاجات اللي احنا بنستخدمها اللي ما فيهاش سيليكون او سلفيت ما بتضيعش القشره، فببقى مضطر ان انا لازم اعمل حمام زيت او اي حاجه او استخدم خل التفاح على شعري علشان اعمل فروه شعري. دول مفضلاتي. نيجي بقى عند الكوارث اللي حصلت معايا بقى في المنتجات اللي جايه دي في نفرتاري. هخلي لكم يعني الاقل كارثه في الاكبر. ده كريم بالصبار، اهو مكتوب عليه كريم بخلاصه الصبار للبشره او للجسم. عيبه ايه؟ ان هو سمنه حرفيا. احنا بنجيب برطمان سمنه نحطه على وشنا. يعني انا عايزه اوريكم هو قد ايه مدهنين. لو اخذنا مثلا حته زي دي، حته صغننه اهي، شايفين حته قد دي، مبدئيا كمان ريحته بشعه. حطيناها هنا اهي و دعكناها، شايفين؟ ده حرفيا اللي حصل في وشي، ان انا جبت سمنه حطيتها على وشي والبشره مش بتشربه، فكان بشع. بالنسبه للايفكت بتاعه ما كانش الايفكت بتاعه قوي، قعدت استحمل ان هو مزيت ومدهن كده وسمنه قوي على البتاع. يعني شايفين اصلا صباعي بقى عامل ازاي؟ فين انا صباعي زيت، صباعي بجد دهن. المهم كانش لطيف بالنسبه لي ابدا، وتجربته كانت سيئه جدا، وبرده ما كانش رخيص، يعني كان في حدود 70-80 جنيه. حاجه تانية بقى فنفرتاري وحشه جدا، ان هم بيحطوا من المنتج كميه كبيره جدا، والمنتج يعني هو ده المفروض خلاص كده خلص الشهر ده 27/20، هو انا جايباه 8/2019، هو خلص 27/20 هو الشهر ده. شايفين الكميه؟ مستحيل تخلص في سنه، مستحيل. نفرتاري كمان المنتجات بتاعتها كلها اورجانيك، كلها طبيعيه، مواد ما فيهاش اي مواد حافظه. فلما اجيب حاجه زي دي بالمبلغ ده ببقى محتاجه ان هي تقعد معايا فتره، ان هي مستحيل اخلصها. فانا لا خلصته، يعني هو انا اصلا اوريدي يعني هو العلبه زي ما هي تمام، انا لا خلصته ولا استفدت منه ولا عملت اي حاجه، يعني في نفس الوقت هو مستحيل يخلص قبل السنه. تاني منتج ما عجبنيش من نفرتاري ده غسول فيتامين سي للبشره، تمام؟ عمل لي ايه؟ هو نشف لي بشرتي وعمل لي التهابات جامده جدا 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 في بشرتي، لان هو شديد جدا. فانا بشرتي دهنيه حساسه، وطبعا دهنيه حساسه دي كارثه. ده بوظ لي وشي. اي حد بشرته حساسه يبعد عن غسول الفيتامين سي بتاع نفرتاري، لانه بجد حامي جدا 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 على البشره. يعني انا استخدمت منتجات تانية فيها فيتامين سي ما بهدرتليش وشي، لكن ده بهدلي وشي، ما كانش رخيص. اخر بقى كارثه استخدمتها في نفرتاري هو سكراب بجوز الهند. ده سكراب للبشره وللوش. مكوناته جوز هند مبشور، زيت زيتون البكره الخام، زيت خروع، زيت جوز هند النقي، وشمع العسل. هو حلو جدا، مش بيخلي بشرتي تلتهب ولا اي حاجه. التاريخ بتاعه 9/2019 يخلص 8/2020. ايه بقى اللي حصل؟ اللي حصل انه عفن، تمام. انا جيت شهر 6 افتح العلبه لقيتها بالمنظر التحفه ده، ف ما كانش رخيص وما لحقش اصلا الصلاحيه بتاعته تخلص علشان يعفن.
تكاثرت الأقوال وتقال إن كان المفروض تحطيه في تلاجة وإن كان المفروض يتحط في مكان بعيد عن الحر. مبدئياً هو في الأوضة عندي مع كل البرودكتس بتاعت سكين كير اللي انت شايفينها دي وبرودكتس الشعر اللي مفيش حاجة منها باظت. تمام؟ أنا عارفة ده مفيش مواد حافظة بس هو ما تحطش في مكان سخن، دي حاجة. الحاجة التانية إن هو ما عداش عليه سنة عشان يبقى expired. انا عارفه ان هو ما فيهوش مواد حافظه وعارفه ان هم منتجاتهم كلها طبيعيه وما فيهاش مواد حافظه، بس يعني ايه اكون جايبه مثلا منتج ب 80 او ب 90 جنيه ما يكملش معايا سنه؟ فانا حقيقي اتضايقت جدا 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 من المنتج ده، وما برشحش ان اي حد يجيب كريمات وسكرابات من نفرتاري وما يجيبش اي حاجه فيها في العلبه دي. اه العلبة شكلها حلو وشيك وكل حاجة، بس ما تجيبوش اي حاجة في العلبة دي، علشان الحاجات اللي في العلبة دي ما بتخلصش قبل السنة، فانا بحس ان احنا ندفع فلوس على الفاضي في الارض. فهاتوا منهم مية الوردة، هاتوا منهم مية النعناع، هاتوا منهم مية البرتقال، هاتوا منهم خل التفاح، هاتوا منهم التي تري اويل، زيت الشاي الاخضر، هاتوا منهم زيت النعناع، هاتوا منهم صابونة الكركم ممتازة، هاتوا كل ده، بس ما تجيبوش منهم لا كريمات ولا سكرابات ولا اي حاجه في البرطمانات دي لانها بتبوظ بسرعه. ومبدئيا هي كل الكريمات بتاعتهم اويلي كده، فاي حد بشرته دهنيه مش هيناسبه خالص 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 المنتجات بتاعتهم. هم حتى كانوا قايلين ان هم ما عندهمش كريمات للبشره الدهنيه، رغم ان ده ترشح لي للبشره الدهنيه عشان يضيع لي اثر الحبوب عشان الجيل الصبار. فانا لقيت نفسي بحط سمنه، وحتى الناس اللي بشرتها مش دهنيه اكيد مش هترضى برضو ان تحط سمنه على وشها. ف اسوأ ثلاث حاجات انا استخدمتهم من فرتيري. الباقي كله اللي انا قلته في الاول حلو وجميل وقمر وتحفه وجاب نتيجه، وانا قلت لكم رايي في الحاجات اللي انا استخدمتها بكل امانه وبكل صراحه وبكل مصداقيه، والناس اللي بتجرب من ورايا اكيد عارفه ده. بس وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة، يا رب تكون استفدتوا ويا رب يكون الريفيو عجبكم والمنتجات اللي انا جربتها من نفرتاري. والفترة الجاية هركز قوي 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 في الريفيوز، علشان انا زي ما قلت لكم انا من اول ما بدأت القناة عندي وانا عاملة زي فار التجارب، بجرب حاجات كتيرة جدا سواء للشعر او للبشرة. انا عارفة ان انا مقصرة جدا في حق البشرة وهبدأ اركز في ده جدا الفترة اللي جاية، وهقول لكم الروتين بتاعي ازاي عالجت الحبوب وازاي الحاجات دي كلها. وارجعوا برضو الفيديوهات، مش فيديوهات، هو فيديو واحد، الفيديو الوحيد اللي انا عملته عن البشرة الدهنية وازاي نعالجها، هركز في ده اكتر الفترة اللي جاية. وبشرتي مش بيرفكت ومفيش حد بشرته بيرفكت، وزي ما قلت الحلقة اللي فاتت بتاعت البشرة الدهنية وهقولها دلوقتي وهقولها في كل حلقة انا بطلع فيها بتكلم عن البشرة، مفيش حد بشرته بيرفكت. احنا بني ادمين، احنا بشر، احنا بنتعرض للشمس وللحر والبكتيريا والحاجات كتيرة جدا بتأثر غصبا عننا، ده غير طبعا الاكل بتأثر غصبا عننا على بشرتنا، فبتكون البشرة مش دايما بيرفكت، بس مفيش حد كامل ولا بشرته كاملة. وانا هبقى احكي لكم عن تجربتي الشخصية فعلا مع الحوار ده. بس كده منسوش تعملولي لايك للفيديو وتعملولي سبسكرايب وتعملولي فولو على الانستجرام، واشوفكم الحلقة الجاية. باي.